مشاهدينا أهلا بكم، همزة وصل جديدة نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. القرار الأخير الذي أصدرته وزارة الزراعة أحدث الكثير من الجلبة في أوساط بيع الدواجن، خاصة أن هذه الأوساط تعاني من الكثير من المشكلات في هذه الصناعة الكبيرة الحجم التي تقدر بالمليارات والتي يعمل بها عدد ضخم في كافة الاتجاهات. أيضا أثار القرار ضجة لدى الجمهور العادي الذي يتعامل مع عملية شراء الدواجن ربما بشكل يومي أو حسب الاحتياج، لكنه يتعامل مع الدواجن الحية المذبوحة عن طريق البائع الوسيط الذي يقوم بهذه العملية. ما هو مصير عملية البيع والشراء؟ وهل سيتم اللجوء إلى شراء المجمد؟ ما هي الآليات التي وضعت لضمانات صحة هذه الأشياء المجمدة؟ لأن الشخص العادي مننا بيتجه لشراء الدواجن الحية إنه بيشوف الشيء على عينه زي ما احنا بنقول في الحياة العادية وبيضمن جودة المنتج. طبعا ده لا يضمن جودة المنتج ولا حاجة، وهنحاول إن احنا نوضح ده في سياق الحديث النهاردة. لكن إيه تأثيرات هذا القرار؟ إيه الجوانب الإيجابية فيه؟ كيف يرى العاملين في هذا المجال هذا القرار وكيف يؤثر على حياتهم اليومية، خاصة صغار العاملين في هذا المجال؟ هل نحن مجهزين فعلا للعمل مع هذا القرار أو تنفيذه بآلية واضحة لجميع الجهات؟ كل هذه النقاط سوف نحاول طرحها اليوم حول قرار وزارة الزراعة بمنع تداول الدواجن الحية وبيعها مذبوحة ومجمدة. البداية من خلال التقرير كالعادة، فاسمحوا لنا بعرض. استعدادا لتفعيل قرار القانون 70 لسنة 2009 والذي يحظر نقل الدواجن الحية وينظم حركة بيع وتداول الطيور والذي صدر منذ 9 سنوات، بدأت الحكومة مخاطبة المحافظات وتهيئة المجتمع لتفعيل هذا القرار. الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أوضحت أن تطبيق هذا القانون يسبقه استعدادات من كافة الأجهزة، وأيضا يوجد فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، مشيرة إلى أنه سوف يتم عقد بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض ميسرة. قانون حظر بيع الدواجن الحية يهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمربيين، أي تحقيق مصلحة المواطن والمنتج وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة. كما يحافظ القانون على حماية البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن. مشاهدينا ننتقل معكم على الهواء مباشرة لنقل مراسم استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى روسيا. مشاهدينا نقلنا لكم مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو للتباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوجه التعاون المشتركة المختلفة في إطار التعاون المصري الروسي في العديد من المجالات، والتي تحدث عنها سيادة السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية باستفاضة في سياق حديثه للتلفزيون المصري. عودة لمواصلة الحوار وملف همزة وصل اليوم وقرار وزارة الزراعة حول حظر بيع وتداول الدواجن حية والاتجاه إلى أن تباع مذبوحة من خلال الأماكن المخصصة لها، وأيضا لتوفير الكثير من الحماية البيئية للمواطن وللبيئة في مصر وأبعاد هذا القرار. دعونا نتلقى استفساراتكم وأيضا آرائكم ونستعرضها سويا ونرى ما جمعته لنا حنان. عاطف حنان، ماذا لديك في بداية هذه الحلقة؟ نعم ماجدة، يعني الحقيقة عدد كبير جدا مشاهدينا من التعليقات وكمان الآراء والمشاركات واللي متضمنة وجهات نظر حضراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر فضاء الانترنت وهمزة وصل إيجي. على طول نروح لأول مشاركة معانا جات لنا من الأستاذ عبد الستار بيقول فيها
حظر انتقال الدواجن الحية بين المحافظات هيركز استهلاك المدن على المجمدات، وهنا لازم نتساءل من يملك مخازن ممتلئة تكاد أن تكون منتهية الصلاحية ويريد تصرفها. احنا مرينا بتجارب كتير انتهت كلها برفع الأسعار من غير ما تستفيد الدولة أو يستفيد المواطن. طب خلينا نتعرف على وجهة نظر تانية جات لنا من الأستاذ أيمن رمضان الأنصاري، بيقول فيها علشان يساهم حظر انتقال الدواجن الحية بين المحافظات لازم نفتح خطوط إنتاج ذاتية داخل المحافظات ونرجع مرة تانية تراخيص مشروع مزارع الدواجن في بعض المحافظات، وده علشان نمنع التلوث البيئي وحماية الإنتاج الداجني، لأنه هي دي بداية مبشرة، لأنه مصر برجالها المخلصين فوق الجميع، وتحيا جمهورية مصر العربية والحمد لله. طيب كمان جابر خلف بيشاركنا بالرأي وبيقول لنا نعم يساهم حظر انتقال الدواجن الحية وغيرها من الأبقار والجاموس بين المحافظات في منع التلوث البيئي، لأنه لو الدواجن مصابة بمرض معدي في محافظة ما فلا تنتقل هذه العدوى لمحافظة أخرى، وده طبعا بيسبب أضرار كبيرة، فلازم لو ظهر أي بوادر لأي مرض لا يتم انتقال هذه الدواجن من محافظة لمحافظة تانية، علشان كل محافظة لها خصائص بيئية معينة ممكن تختلف عن الخصائص البيئية في محافظة تانية. بكده هنقلل الأضرار ونحمي كل المحافظات من انتشار العدوى. وهنا يأتي دور أجهزة الدولة في منع الرقابة أو منع وتجديد الرقابة والمتابعة الدائمة لوسائل النقل والطرق بين المحافظات المختلفة، ومش بس كده كمان تجديد العقوبات على من ينقل هذه الدواجن. كمان لازم الدولة تقوم هي والقطاع الخاص بإقامة مزارع دواجن في كل المحافظات علشان تكتفي كل محافظة بالمنتج منها من الدواجن. يجب أن يكون هناك إشراف دائم من وزارة الصحة والبيئة ورؤساء الغرف التجارية المنتجة للدواجن، وقى الله مصر كل شر. طيب نروح لصديقنا في همزة وصل الأستاذ محمود الضوي، ليه وجهة نظر في سؤال حلقتنا النهاردة، بيقول فيها ربما توفير استيراد الدواجن المجمدة من بعض المحافظات، عايزين نزود مزارع الدواجن، عايزين نحقق وقاية، عايزين كمان نظافة وتعقيم وتجميد مهم جدا، علشان ده طبعا بيأثر على الانتاج القومي، عايزين نقلل من استيراد اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة واللي مكتوب عليها ده، لازم نهتم بطرق التخزين ولازم ننظر في تقنين الأوضاع لو أمكن. يعني مشاهدينا دي كانت مجموعة من المشاركات ومجموعة من الآراء ووجهات النظر لحضراتكم. بالطبع أنا هنا من داخل غرفة المتابعة الإلكترونية أنتظركم على مدار الحلقة مزيد من المشاركات والآراء، لكن اسمحوا لي الآن أن أنتقل من جديد لزميلتي ماجدة لاستكمال النقاش مع المختصين والمحللين عبر الهاتف. إليك ماجدة. شكرا لك حنان، سأعود لك بالتأكيد مجددا خلال هذه الحلقة. بداية الحوار مع دكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، معي أيضا على الهاتف الأستاذ محمد البرغوثي رئيس تحرير مجلة الأرض. بداية الحوار مع دكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أهلا بك يا دكتور محمد. محمد، صناعة الدواجن في مصر بتمر بالعديد من الأزمات المتتالية اللي ربما كانت بدايتها في منتصف 2005-2006 مع بداية تفشي أو ظهور مرض إنفلونزا الطيور. بدأت القرارات تتوالى لكنها لم تنفذ على أرض الواقع بشكل حقيقي، بدأت أزمات أخرى تدخل إلى مجال صناعة الدواجن. ماذا يفيد القرار الأخير للصناعة وللمستهلكين من وجهة نظر حضرتك؟ وانا احب اقول لحضرتك ان الانفلونزا الطيور الحمد لله بدات تنحصر، يعني صوره واضحه عن اول اجابه على اول انا حاجه. بالنسبه لقرار عدم تداول الطيور حيه في محافظه القاهره والجيزه تحديدا، واشمعنى القاهره والجيزه مثلا؟ احنا ما فيش دوله في العالم النهارده بتحط ترخص دكاكين والناس تروح تشتري الفرخه صاحيه وتدفعها قدامها، حماية للبيئة وحماية للمستهلك وضمان ان هو يوصله سلعة مفردة او مجمدة مكتوب عليها من كذا جهة حكومية ومتأكدين انها طالعة نظيفة. القرار ده كان ينقصه حاجة ويصعب تنفيذه في الوقت الحالي لحد ده القرار.
دكتور محمد، انا بس استسمحك اولا تقترب من السماعه اكتر وتعلي صوتك شويه عشان اعرف اسمع حضرتك كويس. الفكره انفلونزا بس. الف لا باس عليك، الف لا باس عليك. بص المجال الموجود عندنا في مصر على مستوى الجمهوريه لو اشتغلت بكامل. طيب دكتور محمد انا هستسمح نعم. حضرتك ان انا هنتقل بالحوار للاستاذ محمد البرغوثي رئيس تحرير مجله الارض الى ان يتم تعديل وضعيه الصوت معك ضمانا لان يصل رايك للمشاهدين. استاذ محمد البرغوثي رئيس تحرير مجله الارض اهلا بك. لك اهلا وسهلا، انا محمود البرغوثي. عفوا يا فندم، محمد البرغوثي. عفوا يا فندم، خطا غير مقصود. ربما كان في طباعه الاوراق لدي. رئيس تحرير جريده الوطن. انا رئيس تحرير جريده الارض. اهلا بحضرتك يا فندم استاذ محمود، عفوا على الخطا الغير مقصود. بدايه الحوار عايز اسمع راي حضرتك في هذا القرار وتوقيته ودلالاته. رايي في هذا القرار، هذا القرار تاخر كثيرا لكن كان ينبغي قبل تنفيذ القرار حتى لو بيسيم في بعض المخططات ان ننظر الى عده اشياء. اهم شيء اولا زياده الوعي لدى المستهلك المصري بانه الفرخه الحيه ليست هي الصورة الصحيحة أو الصورة السليمة لتناول الدجاج. أولا ثقافة مجتمعية. الحاجة الثانية النظر بنظرة مجتمعية أيضا إلى الجانب السلبي لهذا القرار الذي قد يعدم أكثر من 3 مليون فرصة عمل تعيش على بيع الطيور الحية في محلات عشوائية. هذا البيع العشوائي له مخاطر بيئية عديدة جدا وله مخاطر صحية على الصحة الغذائية وعلى صناعة الدواجن نفسها. لكن كان ينبغي أيضا أن نعطي لبائع الطيور الحية العشوائي في المحلات العشوائية في كل ريف مصر نظهر له العين الحمراء بحسب ونعطيه مهلة لكي يتدرب وكي يؤهل نفسه لكي يحول محله. طيب إلى ثلاجة. أستاذ محمود مبردة. أنا ليه أظهر له العين الحمراء؟ ده راجل بسيط. معلش بعد إذن حضرتك. بدون العين الحمراء لا يمكن للإنسان المصري أن يلتزم. يعني إيه العين الحمراء؟ أنا بدل العين الحمراء كان ممكن أقدم له إيدي مساعدة. يا فندم معلش برضو عاوز أقول لحضرتك على حاجة. اديني أي جهة النهاردة سواء حكومية أو أهلية قادرة على إنها تمسك أكثر من مليون محل عشوائي تقدر تنفق على المحل من 100 إلى 150 ألف جنيه علشان تحوله إلى محل حضاري أو محل يصلح لأن يكون ثلاجة لبيع الدجاج المبرد والدجاج المجمد. الشعوب دائما في كل دول العالم أغنى من الحكومات، فلو كل إنسان نظر إلى محله نظرة خاصة كمشروع خاص يقدر على الأقل يطور نفسه خلال فترة يعني معينة. معلش أستاذ محمود، أستاذ محمود أنا أمام رجل دي تجارته ودي الحياة اللي ابتديها، لما اجي انا اقول له طور نفسك يا اما اساعده يا اما اوفر له الامكانيات اللي تخليه يبدا هذا الشغل. انا بقول لحضرتك كنت اساعده خلال 3 سنوات ان انا ابين له ايجابيات القرار تمام على اساس ان هو بالفعل يكون عنده فرصه مربحه، لانه التخلص غير الامن من مخلفات ذبح الطيور دي مشكله كبيره جدا جدا بتعمل. مش كان عندنا اكتر من 10 اعوام منذ ازمه منذ بدء ازمه انفلونزا الطيور ان احنا نحاول التعامل مع هذه الازمه؟ يا فندم ده قرار جمهوري وصدر، ده قرار جمهوري وصدر ومعاك الدكتور محمد الشافعي صحح لي اعتقد 2010 او 2011 2011 والدولة تباطأت كثيرا بسبب الظروف. أنا اللي بقى فاتت بتكلم بقى في أن هذه الفترة لم تكن كافية على أن تعمل الدولة على أقلمة هؤلاء العاملين في هذا المجال على نهج ونسق جديد بحيث يكون التطبيق الآن لا يظهر منه أحد. لم يظهر في الدولة طرف أو لم تظهر في الدولة جهة، لا اتحاد منتج الدواجن كان لديه القدرة المائية أو الآلية أو الملاءة المالية لتجهيز كل هذه المحلات. الشركات الكبرى أو كبار منتج الدواجن كان ممكن يساهموا بجزء. عندنا صندوق أو حساب اسمه حساب تعويض منتج الدواجن ضد الكوارث الطبيعية. هذا الحساب الذي تم تجريفه بواسطة وزير سابق كان من الممكن أن تحول الأموال الموجودة فيه للإقراض وليس للمنح. وللإقراض كمان الحسن لهؤلاء اللي هم البائعين. عظيم. عظيم. لماذا لم يتم ذلك؟ نعم، لماذا لم يتم ذلك؟ دعني أتوجه بالسؤال لدكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. ربما تعدلت حالة الصوت الآن. دكتور محمد أنت معي؟ أيوة. أنا بعتذر لك لو كنت بأثقل عليك وأنت مريض، بس أنا محتاجة رأيك في الحلقة دي.
شوف لحضرتك، طبعا زي ما قلت في الاول ان الاصح للحكومه والاصح للمواطن اللي هو ده اللي يهمنا في الاول وفي الاخير انه ياكل فرخه مجمده او مبرده نظيفه ورخيصه. انا متفقه معاك، ده عنوان منطقي وطبيعي. نيجي بقى عشان ننفذ هذا الكلام بالظبط كده، تصديق واليات. نمره واحد، عشان ما نقلش من محافظه لمحافظه لابد يبقى في داخل كل محافظه كمية من المجازر أو طاقات ذبح تكفي الإنتاج اللي طالع منها عشان أمنع نقل أي طائر من محافظة لمحافظة. عظيم. وهذا غير موجود. أنا عندي المجازر اللي موجودة، عندي مجازر النهاردة تقدر تذبح حوالي 60% من الطاقة الإنتاجية كلها بتاعت مصر، ولكن التوزيع الجغرافي بتاعها غير سليم. يعني إيه؟ بقول محافظة زي القاهرة فيها مجازر تذبح من 20 الى 30 مليون فرخه في السنه وفيها مزرعه فراخ واحده. طب عشان انا استغل هذه المجازر فانا هنقلها من الكيزه، وكان ده اقتراح. اذا اعاده النظر في توزيع خريطه توزيع المجازر جغرافيا فيما يتفق مع مراكز الانتاج دي واحده. طيب الواحده الثانيه الان احنا بنتكلم في حاجات ما تمتش صح كده؟ بالظبط كده. لازم يعني انظم التوزيع بتاعها عشان ما نقلش فراخ خالص لا من القاهره ولا من واحده. الواحده الثانيه ودي الاهم، لابد اعمل استقصاء مجتمعي اشوف الناس عايزه ايه. حضرتك لحد النهارده رغم ان الناس زاد طلبها على المجمد والمبرد عن زمان، لكن استيل في نسبه كبيره جدا من الناس بتفضل الفرخه الصاحيه قدامها في قلب الدكان تنذبح قدامها وبتاخدها وتبقى مطمنه نفسيا حتى لو ما كانتش مذبوحه صح. انا متفقه معاك تماما جدا. فلابد يكون في استقصاء مجتمعي على هذا الموضوع والتاكد من رغبه الناس فيه. الواحده الثالثه، الناس الفرارجيه اللي هي عندها دكاكين المحلات الصغيره دي، طيب دي يعني لازم تتحول بخطوه تاليه بقى. يبقى انا الاول بسال الناس، اثنين بوزع المجازر الجغرافي، ثلاثة بشوف المحلات الصغيرة دي ازاي احولها من ذبح يدوي الى ما ننفذ عرض مجمد ومبرد، توفير ثلاجات، تنظيف المحلات دي تاخد شكل ثاني خالص. لان في نقطة مهمة حضرتك لازم تحطيها في الاعتبار. عدد المحلات دي كتير جدا، موجود منتشر بكل المحافظات كتير جدا. المحل الواحد فيه حوالي من 3 إلى 4 افراد. انا لما هحوله لمبرد او مجمد كفايه في واحد يشغله، لانه هيشغل 2 تانيين مش هيجيبوا حقهم. الا بقى انا لو انا خدت الناس دي وابتديت استعين بيهم في عمليه في اضافتهم كعماله في المجازر. ما انا هاجي بقى حاجه ثانيه، لو انا هاخد عدد منهم في المجازر اذا كانت هتبقى في نفس المحافظه الى حد ما هقدر امتص عدد منهم. دي كلها اشياء لم يتم تنفيذها. نعم، دي كلها نقاط لم يتم تنفيذها دكتور محمد صح؟ لم يتم تنفيذها. طيب. وعشان ننفذها فيها اجهزه كتيره في الدوله. انا شايف، انا بختلف مع محمود بيه في حته بيقول ان احنا من صندوق التعويضات. التعويضات دي كانت معموله اساسا لتعويض المصاب بالانفلونزا، لكن انا بقول صندوق التنميه الاجتماعي النهارده بيدي قروض ميسره، في مصادر اخرى ثانيه للقروض الميسره لمثل هذه المحلات ما بتتجاوزش نسبة الفائدة بتاعتها عن 5%. إذا ده موضوع سهل. الموضوع الثاني عشان الوقت، التجار العربيات ما عندناش كولد تشين أو سلسلة تبريد تكفي لهذا الإنتاج الكلي. عملية النقل ودورة النقل دي إنها تبقى كافية. المجمد والكلام ده محتاجة أساطيل من هذا الموضوع. إذا الموضوع النتيجة بتاعته إن أنا أوصل فرخة سليمة مجمدة مبردة حلوه، ده مضمون ان احنا نقدر نعمله وهو المطلوب. اذا النهارده البلد اللي حوالينا كلها كانت كده الاول وانقلبت تماما وتغيرت تماما الى المجمد والمبرد، بس عملت ايه؟ حطت خطه لفتره زمنيه محدده. ما قلتش كده، ما قلتش هاجي بعد 3 سنين وهنقل وخلاص وهبطل، لا، عملت لكل واحد واجب. انت اتحاد تعمل دعايه وتعمل اعلان في كل حته وتحاول تقنع. طبيعي. نعم، انا متفقه معاك يا دكتور محمد في هذه النقاط التي ذكرتها اللي بأجدها منطقيه جدا الحقيقه. انا بشكرك، انا اسفه الاطاله عليك طبعا، بس انا كنت محتاجه رايك. دكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بينضم الينا في الحوار. دكتور فهيم شلتوت استاذ الرقابه على الاغذيه جامعه بنها، اهلا بيك يا دكتور فهيم.
اهلا بحضرتك دكتور فهيم. عندي اسئله كثيره لحضرتك فتحملني قليلا. بدايه تحت امرك. لا تحت امرك. اشكرك دكتور فهيم. بدايه انا هل الافضل ان تكون الرقابه على الطيور فانها تكون مذبوحه والبيع مبرد؟ دي نقطه كل العالم متفق عليها وتقريبا بتتباع في معظم الدول بهذا الشكل، لكن ماذا عن الرقابه على عمليه صحه الدواجن نفسها في وجودها داخل المزرعه؟ هل ده بيحصل عندنا؟ هل ده النقطة الأساسية للانطلاق أساسا في عملية بيع الدواجن، ولا حضرتك بتشوف الموضوع إزاي؟ هو حضرتك المفروض في ذبح الدواجن أنا بفحص مرتين قبل الذبيح. أول مرة بفحص في المزرعة. بعد كده بيتم نقل الدواجن من المزرعة إلى المجزر. بعد كده بيحصل فحص قبل الذبيح مرة ثانية في المجزر. علشان أستبعد المريضة والمجهدة. وبعلق الفراخ سليمه. بعد كده بيتم ذبح الطيور وبيتم ان انا بحطها في ميه ساخنه عمليه الصمت ونزع الريش والتجويف والفحص. بيكون في هنا فحص بيطري تام. الفراخ المريضه بيتم استبعادها. الفراخ اللي بتخرج اللي هي الفراخ السليمه فقط. فطبعا الفراخ اللي هي تم ذبحها في المجزر بتكون فراخ سليمه وامنه وصالحه للاستهلاك الادمي. بخلاف الفراخ اللي بيتم ذبحها في المحلات. مفيش لا فحص بيطري. ممكن الفراخ المريضه يتم ذبحها وتخرج للمستهلكين. فطبعا الذبح في المجزر ده امن شيء. طيب انا عندي حاجة. نعم اتفضل يا فندم. اتمنى حاجه حضرتك. اما يحصل ذبح في المجزر يبقى فيه فحص طبيب بيطري موجود. سواء كان المجزر ده حكومه او مجزر تبع شركات. لان في بعض الشركات او القطاع الخاص ممكن يذبح في عدم وجود طبيب بيطري اللي هو تابع للحكومه. فاحنا عايزين نرجع ثقه الناس للفراخ اللي هي بتتباع مجمده او طيب. دكتور فهيم، الناس ثقتها في انه يشتري فرخه او اي كان نوع طيور يعني قدام عينيه، ده جاي منين؟ طبعا هي دي اصلا ثقافه موجوده عندنا من زمان، ده كل الناس دي ثقافه موجوده. بس للاسف ثقافه خاطئه. واللي ساعد على وجود الثقافه ديت اللي كان في بعض الشركات زمان كانت تاخد الفراخ المريضه وتذبحها وتبيعها. فدي خلت ثقة الناس في الفراخ المجمدة. طيب أنا أقول لك حاجة تانية دكتور فهيم، برضو بيقولها الناس في الشارع وبيقول لي دي مصدرها إيه. الناس بتقول إن الفرخة المجمدة أو الطيور المجمدة طعمها مختلف تماما عن طعم الطيور الحية المذبوحة. وفي حضرتك بقى في حاجة أنا عايز المستهلك يعرفها. أما يروح يشتري فرخة مبردة أو مجمدة يلاقي شكل الفرخة طبيعي، يلاقي ريحتها طبيعية، يلاقي قوامها طبيعي، ما يلاقيش فيه كدمات موجودة على الصدر. في حالة الفراخ المجمدة علشان يشتريها ويعرف ان هي مظبوطة يبقى الثلج اللي حوالين الفرخة لونه أبيض. لونه أبيض يعني ايه؟ يعني الفرخة مجمدة وظلت مجمدة إلى أن اشتراها المستهلك. إنما في حالة إذا كان الثلج اللي حوالين الفرخة لونه احمر مدمم معنى كده ان الفرخه دي كانت مجمده والثلج ده فك وتم اعاده تجميدها مره ثانيه. طيب هي الفرخه المده الطيور ايا كانت يعني المده اللي هي قبل انها تقعد فيها في الثلاجات قد ايه تقريبا؟ حضرتك الفراخ المجمده ممكن تقعد سنه كامله. الفراخ المبرده تقعد كذا يوم، 3 4 5 6 ايام كده. الفراخ المجمدة ممكن تقعد سنة لكن المبردة فقط من 3 لـ5 ايام. بس في حاجة أنا عايز أقولها في الفراخ. اتفضل يا فندم. وعايز أقولها في الدواجن. يا ريت نخلي إنتاج الفراخ كله مصري 100%. يعني الأمهات تبقى مصرية، الكتاكيت مصرية، الجدود مصرية. هو بيضطر يستورد بعض الحاجات يمكن عشان يحسن سلالات بعض الحاجات. حضرتك أنا دلوقتي ببني اقتصاد دولة. لابد الاقتصاد يكون قوي. الاقتصاد مش هيبقى قوي الا لما ازود الناتج القومي بتاعنا. ده اكيد. لما طول ما انا بستورد انا بهد الاقتصاد القومي بتاعنا. فالاستيراد ده معول هدم مش معول بناء. فاللي يحب مصر يزود الناتج المحلي بتاعها. واللي يكره مصر
تستورد من بره. نعم، بس برضو مش عايزين نعمم يا دكتور فهيم، لان بعض حالات الاستيراد واجبة. وبعدين في حاجة تانية حضرتك، في حاجة تانية حضرتك، عندنا حضرتك بطالة، عندنا بطالة بتاعت نعم الشباب. نعم دكتور فهيم انا افهمك تماما، انا بس وقتي للأسف بينفى. معايا بس لحظة حضرتك، البطالة بتاعت الشباب دي ايه اللي عملها؟ لا انا دكتور فهيم انا افهمك ووجهه نظرك وصلت تماما لي. انا بشكرك كثيرا دكتور فهيم شلتوت، استاذ الرقابه على الاغذيه بجامعه بنها، اضافه الى الحوار بينضم الينا الاستاذ خالد سعودي منسق عام الجمعيه المصريه لمربي الدواجن. اهلا بك يا استاذ خالد. استاذ خالد انت معي؟ اهلا وسهلا يا استاذ، اهلا بحضرتك. استاذ خالد عندي مجموعه من النقاط عايز استوضحها من حضرتك، منها فكره توازن الاسعار. الحكومه في قرارها من خلال وزاره الزراعه قالت ان هذا القرار من شانه ان يحدث عمليه توازن في الاسعار. ما المقصود بهذه الجمله من وجهه نظرك في سوق الدواجن في مصر؟ هو في البدايه استاذه انا بشكر حضرتك على السؤال. حضرتك كررتيه ثلاث او اربع مرات اثناء المداخلات اللي فاتت، اللي حضرتك كررتيه وبتقولي كل ما حد يقول كذا كذا المفروض كان يتعمل، حضرتك تقولي يعني ما اتعملش. ايه الاليات اللي اتخذت عشان انجاح هذا القانون بالظبط؟ وانا ما زلت مصره على هذا السؤال، لان من المفترض ان عندي ازمه ممتده مفهوم عبر سنوات، فكان خلال هذه السنوات لازم مفهوم ان انا اكون خدت الخطوات الطبيعيه فيها. هو ده السؤال يا استاذه مجد. هو ده السؤال حضرتك. حضرتك القانون احنا معترضين ومتفقين عليه، احنا المعترضين والمتفقين ما عندهمش اي مانع من القانون، بس الاليات. اولا انا برفض مساء وحزين من الاجراء اللي اخذته الدكتوره نائب وزير الزراعه الدكتوره منى محرز بتفعيل القرار ده بدون اليات. احنا مش معترضين على القرار، قرار اهلا وسهلا وعلى دماغنا، احنا معترضين على ان القرار ده مفيش اليات لتنفيذه نهائيا ولا امكانيات لتنفيذه. حضرتك انا بكلمك وفي 13 عربيه فراخ لسه طالعين دلوقتي من الكماين، 13 عربية كانوا بس هو قرار لم يفعل حتى الآن يا أستاذ خالد. فعل يا أستاذة، فعل يا أستاذة. أستاذ خالد معلش، إحنا فعلا حاولنا الاتصال بنائب وزير الزراعة، سيدة نائب وزير الزراعة أستاذة منى محرز، دكتورة منى محرز، لكنها لم تجب أو إن هاتفها لم يجيب. بس قرار نشر بشكل رسمي إنه لن يفعل الآن. طب أوضح لحضرتك حاجة صغيرة. اتفضل. حضرتك اللي حصل إن الدكتورة منى القرار ده من سنه 2009 وكان غير مفعل. الدكتوره منى اللي حصل ان هي خطبت المحافظين بخطاب رسمي ان القرار ده جاري تفعيل. المحافظين خدت الكلمه منها وبعتت للكمان. حضرتك في 13 عربيه ممسوكين في كمين البحيره من الساعه 4 الفجر لسه طالعين دلوقتي، فراخهم كلها ماتت، لان الفرخه لما بتفضل على العربيه حضرتك يا استاذه ماجده بتموت. انا فاهم طبعا ده اكيد. فراخهم ماتت. يعني العربيه محمله ب 50,000 جنيه فراخ، ب 13 عربيه ب 650,000 جنيه فراخ ماتوا في كمين واحد نتيجه لان نتيجه القرار. انا شايفه قرار متسرع. ممكن ادي حضرتك جمله بسيطه كمثل، يعني اللي حصل ان احنا اسف باللفظ يعني سلخنا قبل ما نذبح. يعني احنا سلخنا واحنا لسه ما ذبحناش. نعم. حضرتك القرار ده فيه حاجات كتير كان المفروض تسبقه قبل ما يتم تفعيله. الحاجات دي ما فيش ولا حاجه فيها حصلت لحد دلوقتي. نعم. ماشي؟ وما فيش اي رد من واتحدى ما فيش رد لاي مسؤول عن اي سؤال احنا بنساله. اللي منها حضرتك الفراخ الحمراء اللي هي الساس والبلدي والكلام ده، الفراخ دي ما بتدخلش مجازر يا استاذ مجد. حضرتك عارف. الفراخ البياض الفراخ العتائي اللي هي 7-8 كيلو دي ما بتدخلش مجازر. منع تداولها بين المحافظات، هي اصلا كلها بتروح القاهره، تتباع في القاهره. طب انا لما اقول انا مش هدخلها القاهره، طب الحل يبقى ايه؟ الناس هتعمل ايه؟ حضرتك ما اديتنيش بديل. انا دلوقتي في عربيات فراخ. بص يا استاذ خالد، هو في مئات النقاط في هذا الموضوع الحقيقه، انا عارفه ده كويس يعني، لكن لضيق الوقت انا شاكره لمداخله حضرتك ولما ابديته من وجهه نظر معي. نهايه هذه الحلقه، لدينا تساؤل للسيده نائب وزير الزراعه حول هذا القرار،
وآليته وعملية تفعيله إذا كانت النقاط الرئيسية لم تتوافر لتنفيذ هذا القرار، على الرغم من أنه صدر منذ أعوام وأن صناعة الدواجن في مصر مرت بالكثير من الاضطرابات في هذه الفترات، إلا أنها حتى الآن صناعة ضخمة تقف على قدميها، تبلغ 65 مليار جنيه، يعمل فيها 2.5 مليون إنسان، تغطي مصر حتى الآن ولا نحتاج للاستيراد. فماذا عن هذا القرار ولماذا؟ ما زال السؤال معلق، ولكن غدا لقاء جديد، حلقة جديدة وملف جديد من ملفات همزة وصل. شكرا لكم.